الاحباب نطلب من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه زيده ان شاء الله. بصراحه هادشي اللي توقع لعباد الله اللي تياخذوا الابره يعني تيخلينا نوضعوا بزاف ديال علامات استفهام. فكلكم شفتوا يعني الحاله ديال الطفل في فرنسا اللي فقد البصر ديالو يعني باش يشوف، كذلك الطفله المغربيه اللي في المغرب كذلك يعني اللي الشعر ديالها بدات تطيح ليها وما تعانوا يعني حتى شي امراض، ما كانش عندهم يعني شي امراض يعني من قبل ما ياخذوا الابره، وهادشي على حسب يعني الكلام ديال الاهل ديالهم بطبيعه الحال. كما قلت لكم يعني من غير ما نتكلموا كذلك على الوفيات ديال الناس اللي تيموتوا كذلك من بعد ما تياخذوا كذلك حتى هما الابره. بطبيعة الحال هادشي كما قلت لكم تيخلينا نوضعوا بزاف ديال علامات الاستفهام، وخاص يعني السلطات يعني انها تخرج يعني بشي بلاغ بشي توضيحات، يخرجوا الناس ديال الاختصاص يتكلموا لنا على هاد المسائل هادي، على الاسباب ديال هادشي اللي توقع على هاد الناس هادو، يعني هاد الاعراض الجانبيه، لانه كما هو معروف اي دواء واي حاجه يعني راه عندها واحد الاعراض جانبيه، لكن ماشي بهذا الشكل هذا يعني بهذه الخطوره هذه اللي تنشوفوا دابا حاليا كما تيشوف الجميع بطبيعه الحال. حاله اخرى عاوتاني كذلك شفتها دابا في المغرب يعني ديال واحد المغربي حتى هو اللي وقعوا له يعني واحد الاعراض جانبيه يعني الصحه ديالو الدورات، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو ديالو كذلك. اولا بعدا تنبغي هذوك الناس يعني اللي واخدين الابره راه ماشي كلشي بطبيعه الحال لهم هذه الاعراض هذو يعني بهذا الشكل هذا بهذه الخطوره هذه، كانت اعراض شويه خفيفه يعني سخانه ومن بعد يعني ولاو بخير وعلى خير، وشي تنشوفوه هنا النيت كذلك يعني بزاف ديال الناس خداو الابره بخير وعلى خير ما عندهم حتى شي مشكل. وانا كذلك ما تنقولش لكم يعني انكم ديروها او ما ديروهاش، انه كما قلت لكم دائما يعني تبقى المساله حريه شخصيه، اي انسان حر في الحياه ديالو. المهم كما قلت لكم ما غاديش نطول عليكم بزاف، خليكم تشوفوا الحاله ديال هذا المغربي هذا. من هذا المنبر بغيت نشارككم قصه ديالي اللي كتعلق بالتلقيح. انا كمواطن مغربي ونداء لي التعليمات الساميه ولصاحب الجلاله نصره الله من هذا المنبر، اننا خصنا نمشيو نديرو واحد تلقيح باش نوصلو لواحد المناعة جماعية نتاع 80%. قلت علاش لا، حتى أنا نمشي ندير التلقيح. مشيت درت التلقيح، درت الجرعة الأولى سونيفارم، لأنها بعد 4 أسابيع دوزتهم بخير الحمد لله وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل. فبإذا بيا جات الجرعة الثانية، الوقت نتاع الجرعة الثانية مشيت نديرو. هنا عادي تبدا المأساة، انني ملي درتو وانا سخانه على ضياري حرق الراس، قلت ماشي مشكل، راه كيقولوا في الاعلام بان هادشي الا جاك ماشي مشكل دير دو لي بران فيتامين سي وهادو هادو. تبعت بقيت هكا 3 جوغ، نهار الرابع صبحت بخير الحمد لله، قلت صافي صافا بخير. جلست 4 ايام كملت اسبوع بخير. ابخي من مورا هادشي قال اسمع ليا ما بيا، تطلعتني نفس الاعراض نفس السخان، وطلعت واحد الشوريشه من هنا لا لا لا، بقات طالع لي طالع لي حتى للراس، هاد لابارتي كامله جمدات، هاد اليد هادي راه يلاه مؤخرا بدات تتحرك لي، بقيت كنروضها يومين يومين وترويض باش بقيت كنحركها شي شويه. انا بعد بحالي ليا عكاز، هاد الرجل اليمنيه جامده يعني شلل جزئي، الحمد لله انا الناس كانوا مساكن جاهم شلل كلي، انا راه جاني شلل جزئي. المهم اختصار، مشيت للمستشفى اللي درت فيه التلقيح، عاودت للدكتوره شنو كاين، ما لقيتش هذيك الدكتوره، لقيت دكتوره اخرى عمرات لي هادشي، كشاتو لي، مشات عاوتاني قالت لي سيرو ديرو سبيطار اخر باش نكشي، من هاد السبيطار الاخر عاد نطلع لبنورشت، 3 تاع السبيطارات ساريت. فين طلعت لبنورشت قالك دير تخطيط القلب، درنا تخطيط القلب، درنا السكانير دراس اللي قالك ما فيه والو. المهم جمعت ملفاتي طلعت دوزت عند اطباء، هاد الورقه هادي من عند الطبيب للطبيب، هنا الطبيب كل واحد تي الطبيب للطبيب، بقى لي الطبيب الرابع هو نتاع الراس. فين مشيت عند الطبيبه الرابعه انني فين دخلت كاشات لي السيده لاكاش باش انني ندخل، فين دخلت قالت لي كلشي عامر سير دير رونديفو برا في السيبير. فين مشيت للسيبير قال لك رونديفو امتى هذا الرونديفو، الله اعلم قال لك اخويا سير لوقت غير محدد. اوكي المهم باختصار من هادشي انا كامل الناس الدكاتره خرجوا لي فيتامينات، خرجوا لي مكملات غذائيه وفيتامين سي ومغنيسيوم، الدواء كملته بلا نتيجه. هادشي اللي ما بغيتش نفهم وريقات باش دوزت يعني انا الملف مسائل. انا كمواطن مغربي احمل لي البطاقه الوطنيه المغربيه، واش ماشي من حقي الطبيب؟ راه كمواطن مغربي من حقي انني نتداوى،
حقي انا نفس الطبيب، وانا هذا الشيء يكون جا من عند الله. مرحبا، انا جاتني اعراض جانبيه تاع التلقيح، اذا ما دور الوزاره في هذا؟ هل الوزاره ما ضربتش حساب لهاد الفئه هذه اللي غادي تجيها اعراض؟ تحيه خالصه لعز الدين الدكتور عز الدين عزيز غالي، عزيز غالي دكتور رئيس الجمعيه، دكتور وصيدلي ورئيس الجمعيه حقوق الانسان. تنحيي من هذا المنبر لانه هضر على هذا الموضوع هذا وقال بان الناس جاتهم اعراض والناس ماتوا. ما بغيتش نفهم علاش المنابر الاعلاميه فين تقولوا ان عدد الحالات اشحال توفى، عدد الحالات اشحال شافات، علاش ما تقولوش ها عدد الحالات هل تقاست وشحال اللي جاها الاعراض الجانبيه؟ علاش ما ما فهمتش انا كيف يعقل انني فين نمشي نضرب انا جرعه، مشي نضرب جرعه تقول لي جي ضرب جرعه، مشي نضربها فين تخرج فيا اعراض جانبيه؟ تقول لي طلع السكانير خلصو، خلص السكانير وخلص هادي وخلص هادي وخلص هادي. الناس اللي عندهم الراميد كون ميم راه شويه، الناس اللي ما عندهمش الراميد ما محلهم من الاعراب. يعني كيف يعقل تقول لي سير خلص وسير خلص وجميع المسائل تاعك والدواء والى اخره كله من جيبي؟ هذا راه لا يعقل. هذيك نقطه. ميساج للوزير من هذا المنبر يجاوبني، واش حنا كمواطنين مغاربه واش دخلتوا الناس اللي عادت دير لهم اعراض، واش دخلتهم استراتيجيات نتاعكم في الخدمه نتاعكم في الدراسات نتاعكم ولا كيفاش ولا لا؟ يعني بغيت من هذا المنبر يجاوبني. اوكي، هذا الميساج للدكتور مولاي سعيد عفيف اللي قال لك انهم تيديروا ترتيبات كل اسبوع، تيتجمعوا تيديروا ترتيبات ونقاشات. واش السيد الدكتور ما تخنتوناش حنايا في الترتيبات نتاعكم؟ نتمنى انك تجاوبني. دابا من هذا الشيء شديت هذا الجواز، شنو غادي ينفعني انا جواز وانا بادا ما كنتحركش اصلا، كنتحرك بواحد المشقه الانفس، باش غادي ينفعني هذا ولا باش غادي تنفعني هذه نتاع التنقل؟ نتمنى شي جواب. نتمنى من الجمعيات والمؤسسات يجاوبوني ويعطوني شي تحليل منطقي، واش حنا المغاربه كمواطنين واش ماشي من حقنا التطبيب، واش الا جاونا اعراض واش كاين شي وسائل ان نضربوا حسابات واستراتيجيات ان الناس اللي جاهم اعراض واش عطاوهم شي بطاقه مثلا اللي يولوج التطبيب بسهوله، واش واش واش. نتمنى ان كل واحد يجاوبني كما جاءت على دكتورة منير وبشهادتها انها كذلك ستعرف اساتذه وتتعرف اصدقاء اللي تاهما خرجوا فيهم اعراض. وهذا الشيء راه الناس اي فاكسان غادي تضرب راه الا انه اعراض. غير هي اللي بغينا نفهمو واش وزاره الصحه كتنش ميساج لوزير الصحه، واش ضربتو استراتيجيه للناس اللي غادي تضربوا لهم فاكسان وغادي يخرجوا لهم اعراض؟ واش ضربتو لهم حساب ولا لا؟ نتمنى ان هذا الميساج يوصلك وتجاوبني، لانني مواطن واحب وطني واغير على وطني والمغرب في دمي ابا عن جد. من حقي الطبيب ان هذا الشيء كامل ما عقل عليه حتى شي واحد، ما عقل عليه حتى شي واحد في هذا الشيء كامل. طلعت هبط الليالي والطبيب وغادي وبعكازي وغادي وبالليل وكنكافح والسبيطار عامر الروينه ولا اله الا الله. واش عقل عليه شي حد؟ انا ما عقل عليه حتى شي حد. انا بغيت نجاوب مقنع من وزاره الصحه، والمسؤول الاول هو وزير الصحه. جزاكم الله خيرا، نتمنى ان الميساج يكون وصل وتجاوبونا. وزاره المعنيه بالامر تجاوبني وتعطيني شي حلول الى كاينهم، لانني انا في وضعيه جد مزريه بما معنى الكلمه. انا الصحه تقلبت صحتي راسا على عقب، والمشكل ما بقاش في حد اننا رجل، انه كاينين مشاكل اخرى الهضم الى اخره، مشاكل اخرى من غير. نتمنى الميساج يكون وصل. ما تنساوش ابوني. سلام.
المهم اللي كاين في هذه المساله دي كلها يعني على الاقل يعني وزاره الصحه تخرج يعني كما قلت لكم يعني بشي بلاغات، تخرج بشي بيانات توضح في هذه المسائل هذه. كذلك هاد الناس هذو اللي توقع لهم هذه المسائل هذه يعني عن طريق بسبب هذه الابره كما تيقولوا، يعني راه خاص الدوله هي يعني اللي تكلف بهم وتكلف بالصحه ديالهم، يعني ماشي من الجيب ديالهم، خصهم ينوضوا ويبداو يعالجوا في راسهم كما وقع لهذا السيد هذا كما شفتوا معايا. الناس راه يبداو يخافوا ما يشوفوا هذه المسائل هذه وما يزعموش انهم يديروا الابره، ما يشوفوا هذه الحالات هذو بحال هذا الشكل هذا، خصوصا كما قلت لكم يعني ان الانسان يعني كاين مسكين اللي ما عندوش يعني فلوس باش غادي يمشي يبدا يدير الفيزيت وهذا الشيء، يعني خاص الدوله انها يعني هي اللي تكلف بالمصاريف ديال العلاج ديال هاد الناس هادو. هذا ما كان في هذا الفيديو اخوتي، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.